السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة السلامة والصحة المهنية، علم يساوي حياة. انت عارف ليه النوم مهم جدا؟ بين الساعة 10 مساء و2 صباحا بتنتج أكبر كمية من الميلاتونين. الميلاتونين بيأثر على إفراز هرمون النمو. بيستخدم هرمون النمو لمساعدة أجسامنا على حرق الدهون وإصلاح الكولاجين وتجديد أنسجة الجسم وتحسين كثافة العظام وتقوية المناعة وإصلاح الخلايا. لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير وادعمنا باشتراكك عشان يوصلك كل جديد.